وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحامي العام المستشارة السيدة أمينة عيسى، وكيل أول التفتيش القضائي. أهلا بك في نشرة الثالثة، وتحدثينا عن أهم أنواع الجرائم الانتخابية وما تأثيرها على سير العملية الانتخابية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يجب أن نؤكد بأن المشرع البحريني أولى أهمية خاصة للحياة السياسية، يتجلى ذلك من خلال فن التشريعات المنظمة لها، حتى يتمكن المواطنين عفواً من ممارسة حقوقهم السياسية بالطريقة الديمقراطية السليمة، كذلك حماية العملية الانتخابية لكل ما من شأنها التأثير على سلامتها ونزاهتها. القانون جرم بعض التصرفات اللي يترتب عليها المساس بالعملية الانتخابية أو الإخلال بحسن سيرها، ووضع لها عدة تصنيفات. فعندنا الجرائم الماسة بجداول الناخبين والأوراق الانتخابية، هذه نوع من الجرائم تكون في كافة المراحل، بداية من قيد الناخبين في الجداول وحتى انتهاء العملية الانتخابية، كتزوير جداول الناخبين أو الأوراق الانتخابية، سرقتها أو إتلافها. كذلك عندنا بعض الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية اللي يقوم بها المرشح، منها جرائم ماسة بالضوابط الزمنية لهذه الدعاية، كأن يستأنف المرشح الدعاية الانتخابية في فترة الصمت الانتخابي اللي يوجب القانون فيها وقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية قبل موعد الاقتراع ب 24 ساعة. هناك جرائم كذلك متعلقة بالأماكن المخصصة للدعاية. المشرع جرم ممارسة الدعاية الانتخابية في دور العبادة والمؤسسات التعليمية وداخل الوزارات والهيئات الخاصة بالدولة. نعم. هناك كذلك جرائم متعلقة بالوسائل الدعاية الانتخابية نفسها. المشرع حظر على المرشح أن يستخدم في الدعاية الانتخابية كل ما يثير الفرقة بين المواطنين، وحظر كذلك التمويل والإنفاق الغير مشروع على الدعاية الانتخابية، بأن يعطي مثلا هدايا أو تبرعات أو حتى الوعد بها من قبل أي مرشح. ويحظر كذلك على المرشح نفسه تلقي أي أموال من أي جهة كانت لتمويل دعايته الانتخابية. هناك أيضا بعض الجرائم المخلة بضوابط التصويت، ممكن أن تأخذ صورة اقتراع الناخب بدون وجه حق، أو تكرار تصويته، أو انتحال شخصية الغير. أستاذة أمينة، عند اكتشاف أو في حال اكتشاف مثل هذه الجرائم، ما أبرز الإجراءات والقوانين المتبعة في هذا الشأن؟ أبرز القوانين اللي نظمت الجرائم الانتخابية عندنا قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. نعم. فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في حالة رصد جريمة انتخابية، فعند ورود بلاغ إلى النيابة العامة فتتخذ النيابة على الفور إجراءات التحقيق وتحيل المخالفين إلى المحكمة المختصة. في هذا المقام أود أن أذكر بأن سعادة النائب العام قد أصدر مؤخرا قرارا تنظيمي على أثر صدور الأمر الملكي السامي بتحديد ميعاد الانتخابات والترشح لعضوية مجلس النواب، تضمن تشكيل لجنة من أعضاء النيابة تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية، تحقيقا للسرعة المنشودة عند التحقيق والتصرف في هذا النوع من الجرائم. نعم، المحامي العام المستشارة السيدة أمينة عيسى، وكيل أول التفتيش القضائي، شكرا جزيلا لك.